وبفقرتنا هلأ بدنا نستضيف أصغر رسامة لبنانية ريم إبراهيم. يسعد لنا صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا باستوديو. Thank you. أهلا فيك. يعني أنا لما قلتي لي عمرك الحقيقي انصدمت. ما بدنا نحكي بالعمر على الهواء، بس أكيد المشاهدين رح يعطوك العمر اللي أنا عطيتك. خليهم هني يقدروا. ريم رح نحكي عنك، أنت أصغر رسامة بلبنان. خبريني عنك أكثر قبل ما نحكي بالموضوع اللي جايين نحكي فيه. أنا بلشت رسم من عمر كتير صغير، من لما كان عمري 8 سنين كان دايما عندي هيدا الشغف والحب أنه أرسم. كان فوت لحالي وأتعلم لحالي. بعدين بس صار عمري 15 صرت أخذ الرسم بطريقة جدية أكتر، صرت ساوي لوحات أكتر وبلشت شارك بمعارض من هالعمر. بعدين صرت أنه من بعد ما دربت كتير وجربت كذا ستيل بالرسم اكتشفت هويتي الفنية. أنا من أنا وصغيرة بحب أرسم بالأسود، بس أهلاتي كانوا كتير يمنعوني استعمل هيدا اللون، بيعتبروه شيء منه منيح أو شيء نيجاتيف. بس صرت بهالعمر قررت أرسم لوحة وأعبر فيها عن حالي، وما كان إنه كان بدي أعمل هاللوحة إلي لو شو ما استعملت فيها. واستعملت فيها مواد جديدة، عملت ريسايكلينج لمواد عنديها أوريدي بالبيت، حطيتها بلوحة وعطيتها شيء مميز وشيء غريب. قبل ما نحكي عن هذا الموضوع إنه ريسايكلينج وهيك، رجعي خبريني أكثر إنه أنت اكتشفتي هويتك الفنية من خلال لما حطيت ترسميها باللون الأسود اللي هو الفحم، الرصاص وغيرهم، صح؟ ليه كنت تختاري هيدا اللون؟ أنا من أنا وصغيرة كان دايما يجذبني اللون الأسود، يمكن لأنه فيه كتير contrast أو it's very bold وكتير بيجذب، وكانوا كتير يمنعوني أنه استعمله. بس بعدين كنت تزعلي بس يمنعوك أنك تستعمليه؟ إيه، لأنه الواحد بحب يعبر عن حاله، أنه كيف في واحد بيرسم باللون أحمر أو أزرق لو شو ما الألوان. كان اللون، صح. أنا اللون الأسود اللي برتاح وبقدر أعبر فيه عن حالي. فبس كبرت وصرت عندي انه more confidence انه احكي عن اللي انا بدي احكيه وارجي اللي انا بدي ارجيه وما همني العالم شو بيفكروا. قدرت انه اطلع من هالمعتقدات واستعمل اللون اللي انا بدي اياه، وكثير عالم بتعتبره شيء نيجاتيف، بس انا المسج من كل لوحاتي is something positive. يعني رجعت ترسمي باللون الاسود؟ حلو. شو أول رسمة رسمتيها؟ من خيالك ولا شفتي شيء ونقلتي؟ أول رسمة رسمتها كان لما عمري 8 سنين، كانت رسمة بورتريه لحصان، نقلتها من صورة. وبعدين صرت أنا أنه أرسم أشياء بدي أعبر عن حالي فيها. أنا بتخيل الصورة براسي وأمرار أنه برسم اللي أنا بحسه وبتطلع معي اللوحة. وأول لوحة أنه رسمتها بالأسود كان اسمها Untamed. شو كانت عبارة عن شو غير الحصان؟ هي كانت عبارة عن وجه مرة بتأرجي أنه أول شيء اللون الأسود is not dominant باللوحة، وستعملت فيها recycled material و it shows أنه كيف في إيدين عم بيحاولوا يجوا عليها لهالمرة، بس هي عم تحرقهم وعم تتخلص من كل شيء نيجاتيف، كل شيء سيء جاي تجاهها وعم تحاولوا لذهب. اوكي، خليني شوي اعرف عنك اكثر من الناحيه الفنيه. يعني لما الشخص يروح للرسم بكون عم بيعبر على شيء بذاته بحبه، انت شو كنت تفكري لما تكوني عم ترسمي؟ يعني تقولي شو عم بتحاول توصل ريم رسالة للي بده يشوف هيدا اللوحة؟ لا، أنا كل لوحة بوصل فيها رسالة مختلفة. يمكن هي تكون فكرة أنا بكون عم فكر فيها أو شيء شايفته بمجتمعنا بدي إنه غير هالمعتقدات، أو بيكون شيء عم بحسه جواتي. نحنا عم نشوف اللوحات نحنا والمشاهدين. اوكي، عم نشوف الصور كمان. اذا بتشرحي لنا شوي اكثر عن هاي الصوره. هيدي اللوحه اسمها 3x7، بتحكي انه في it's about انه 3 souls guarding 7 souls. كثير عالم بشافوها لانه فيها
فيها حياة أسود وفيها عالم مثل كأنه عبتوقة، فكروا أنه شيء بيرمز لشيء بشع، يمكن الحياة عبتاكل العالم، بس هيدا الشيء مش المسج من وراء هاللوحة. It's about أنه الحياة السوداء أول شيء ما بتأذي، بتأرجع أنه كيف هي عبتحمي العالم وعبتخلي شخص واحد يطلع من تحت لفوق. اوكي، انت بتعملي دراسات بس بتكوني بدك تعملي لوحه، يعني بتقري بتفتشي على شيء معين؟ لوحه بتجيني فكره براسي او شيء بشوفه براسي وبحاول قد ما فيني ارجيه، لانه انا بعتبر حالي انه ما كثير عالم بتفهمني وكيف انا بفكر، ودائما بارجي كيف انا بفكر وشو بحس من اللوحه، حتى لو العالم انه ما حسوا اللي انا حسيت فيه انا عم برسم، بس بكون عم بحكي معهم من خلال لوحتي بحسوا شيء انه بس يطلعوا عليه. هلا انت ريما عم تدرسي هندسه، بتحسي انه الرسم هو رح يساعدك بهيدي المهنه اللي اخترتيها او العكس صحيح؟ انا بستفيد من الرسم بالهندسه ومن الهندسه بالرسم. اوكي، كثير اشياء انه بستعملها مثل الكرياتيفيتي وهالاشياء انه اللي بشوفها براسي بالهندسه وكمان العكس. كم مره صرت مشاركه لهلا؟ صرت عامله اكثر من 30 ل 35 معرض جماعي، وعملت معرض الفردي هيديك السنة، وكمان نظمت أنا معرض بالتعاون مع NGO. أوكي، هلأ صرت مضطرة لكم على عمرها، لأنه عم تحكي بثلاثين معرض، عمرها هالبنوت اللي بوجنا عمرها 20 سنة، مش مبينة أبدا. أنا أول ما شفت عطيتها 14-15 سنة، منيح ما زعلت يعني. كلهم بيعطوكي هيك هذا العمر ولا لا؟ طيب شو بتطمحي تعملي بعدين؟ أنا عندي كتير إنه طموحات وأهداف بدي أحققها بحياتي، وبلشت فيها من هلأ. يعني أنا 3 سنين لورا ما كنت بتوقع سوي معرض الفردي بعمر 19، ولا كنت مفكرة إنه أنا ممكن نظم معرض أو حتى شارك بمعارض، ما فكرت فيها بهالطريقة أبداً. فما بعرف الحياة إنه شو مخبيت لي، بس اللي بعرفه إنه أنا حضل عم برسم وحضل عم بكتشف أشياء جديدة بالرسم، وحضل عم عبر عن حالي، وإن شاء الله بدي أوصل لبرا لبنان وأنا وصل رسالتي لبرا مش بس بلبنان. مين من الفنانين الغرب مأثرة أنت فيهم وبتحبيهم؟ بما أنك أنت بترسمي بورتري، والرسم البورتري هو من أصعب الفنون. في كتير فنانين بتأثر فيهم، وما عندي أنه حدا محدد، حتى لو في فنان بيرسم ستيل غير أنا ستيل اللي أنا برسم فيه، دايما أنه في شيء بستوحيه من كل الفنانين. جربتي ترسمي شي مرة أشخاص، يعني قاعدة خيك أختك الماما البابا قدامك وترسميهم؟ هي أنا كتير بيجيني أوردرز لأعمل بورتريت، وأنا برسم بورتري. نعم، بترسمي بورتري هلا، عم ترسمي اوردرز، بتعملي اوردرز. طيب قد ما وقع التواصل الاجتماعي وصلتك لكثير ناس ما كانوا بيعرفوك؟ كثير ساعدني السوشيال ميديا بهالموضوع. كثير عالم تعرفت علي عبر السوشيال ميديا، وانا في كثير معارض شاركت فيها من عبر السوشيال ميديا. شو الرساله اللي رح توجهيها للشباب والصبايا اللي بعمرك؟ انه ما توقفوا تعملوا الشيء اللي انتم بتحبوه، حتى لو شايفينه انه ما في امل. في كثير عالم قالوا لي انه ما تفوتي بالفن ما بيوصلك لمحل، بس هيدا الشيء منه مزبوط. الحياه ما بتعرف لوين بتوصلك، بس اهم شيء انه تعملوا الشيء اللي انتم بتحبوه. يعني ذكرتي اكثر من مره انه الحياه ما بتعرف وين بتوصلك، ما بتعتقدي انت بعمر صغير بعدك عم تبلشي حياتك، بعدك باول سنين الجامعه، يعني هالقد عندك تفكير اكبر من تفكير هيك صبيه بعدها عم تبلش حياتها عم ترسم طريق لمستقبلها؟ صراحه لا، لانه أنا بشوف الحياة بطريقة كتير غير عن غيري. كيف بتشوفي على الحياة؟ أنا بفكر بطريقة غير، وهيدا الشيء بتشوفيه من خلال لوحاتي. عشان هيك أنا برسم، ودايما بفكر أنه لو شو ما صار أنه حعمل الشيء اللي أنا بحبه، لأنه ما بتعرفي شو بيصير بعدين. برافو عليك. بس تكليني، كم لوحة صار عندك هلأ؟ يعني ريم كم لوحة تملك؟
صار عندي أكثر من 40 لوحة تقريباً. يعني بكل معرض بتشاركي بكم لوحة تقريباً؟ هلا المعارض الجماعية بشارك بلوحة أو لوحتين أوكي. حسب هن شو بيطلبوا. نعم، والفردية؟ بمعرض الفردي حطيت شي 40 لوحة. حطيتيهم كلهم؟ شو كانت ردة فعل الناس بس يوقفوا حد لوحاتك ويسألوا مين الفنان اللي رسمهم وتقعدي أنت تشرحي لهم عن هالرسمة؟ هلا أنا بتقريبا كل المعارض كتير عالم تقريبا أغلبية العالم تتوقف لتطلع على وحده لأنه شيء غريب ودائما في بوزيتيف ونيجاتيف فيدباك. في كتير عالم بيطلعوا بلوحتي بيقولوا ليه هالقد غامقة، ليه هيك قلبك أسود، ليه هيك بترسمي بطريقة غامقة. فأنا هيدا الشيء اللي بحب غير بيزعلك هيدا الشيء بس يقولوه؟ لا أبدا. بتحس أنه ما عم بيفهموك؟ لا. أوكي. لأنه أنا آخر همّة يعني مش تفضلي. أنا برسم اللوحة لحالي وبعبر عن حالي كرمال أنا أرتاح. بس كمان بذات الوقت بس حط لوحتي بدي العالم يشوفوها كيف هن بحسوا كيف هن بدهم يشوفوها انه بالطريقه اللي بدهم اياها، هنا انه بالنهايه هيدا الفن. صح، انت كل حدا بيشوفه من بطريقة غير. صحيح. فبس يجي انه العالم يجي يقولوا لي ليش هيك واشرح لهم عن جد شو يعني كثير بيتفاجئوا وبيقولوا انه